انت والدك كان ضابط بسلاح المشاة والرجل العسكري معروف بقساوته، انحرمت الحب كان في العيلة؟ لا، والدي الحقيقة كان مش راجل قاسي جدا وما يعتبرش راجل عسكري في البيت، بالعكس راجل متفاهم وديمقراطي جدا، ولغاية النهاردة احنا بنتكلم مع بعض بنتناقش في حاجات، وفي الآخر بيسيبني أخد قراراتي حتى لو غلط. يعني عوض حنان الأم شوية، إلحد ما شوية. رانيا، طفولتنا بترسم شخصيتنا عكبر. صحيح. غياب الأب الدايم عن المنزل خليك تنتقمي من النساء برجالهم اليوم؟ لا لا خالص، خلاني أحب رجالة دايما أكبر مني. يعني دايما عندي فتى أحلامي وأنا صغيرة لازم يبقى أكبر مني بعشرين خمسة وعشرين. صوتك مع والدك. الله يخليلك يا رب. فدايما عندي فادر إيشو إنه ما كانش موجود في البيت طول الوقت، واللي كانت طول الوقت بتاخد القرارات هي والدتي، فده خلاني طول الوقت بحب الرجالة الأكبر مني بعشرين خمسة وعشرين ثلاثين سنة. يعني طول الوقت لا تحسي بوجود السند. مين بيحمل صندوق أسرارك أكتر، والدك أم والدتك؟ أنا. ما بتشاركي أسرارك مع حدا؟ على حسب الأسرار، يعني في أسرار بتاعتي أنا ما دلوقتي بشاركها مع بناتي عشان يتعلموا منها. غياب السند بحياة الطفلة بيخليها تلجأ لأقرب حضن بيقرب منها. صحيح. تعرضتي للتحرش بصغرك بحجة هالسند؟ لا، في صغري لا، ما حصلش ده وأنا صغيرة، يمكن حصل ده وأنا كبيرة، لكن وأنا صغيرة. قديه كان عمرك أول مرة تلقيتي هيك صدمة؟ 18 يعني فعلا. مراهقة؟ تقريبا، بس مش في الطفولة. يعني مين كان؟ لا يعني حد مش قريب مننا، يعني حد كان في دايرة معارفنا لكن ما كانش قريب قوي. كيف صار؟ كنت في رحلة من الرحلات لأني كنت مضيفة جوية إلى جانب التمثيل وكده والدراسة، فتعرضت لحاجة مش لطيفة وبس. اليوم أنت مش بس بتحاربي التحرش وإنما بتفضحي كل مين بيتحرش فيكي. هل الحق دايما على المتحرش؟ طبعا طبعا، لأنه مش من حق أي حد يجي جنب أي حد، سواء كان لابس لبس عاجبه أو مش عاجبه، أو يعني سواء بنت أو ولد كمان، ما هو الولاد كمان بيتعرضوا للتحرش. وإذا نسبة الإغراء كانت عالية جدا؟ لا، ملهاش دخل. اللي بيتحرش ده حد مريض، يعني حد مش سوي، فكون إن هو يستغل طفلة أو مراهقة أو ست أو راجل، ده في حد ذاته ده مرض، ملهوش دخل مين لابس إيه بيعمل إيه خالص. بالشهر كم مرة بتتعرضي للتحرش؟ لا لا، دلوقتي لا الحمد لله. يمكن ساعات على السوشيال ميديا الاقي ناس كاتبة كلام غريب كده، بندلته وبنعمل لهم بلوك.